شيخان الأستاذة شيخان العقوبات الطقسخان العقوبات الطقسخان. للأسف تصريحات ديال رئيس الحكومة وتصريحات ديال الوزراء الآخرون بطبيعة الحال الذين يشكلون أو تشكل منهم الحكومة كانت تصريحاتهم بطبيعة الحال تنقصها أو ينقصها نوع من المسؤولية. هذه الاحتجاجات ديالنا ديال الأساتذة بطبيعة الحال بمختلف الأسلاك فيها مسؤولية كبيرة، فيها تقدير بطبيعة الحال ديال المهام ديالنا، فيها تقدير ديال أبناء الشعب المغربي الذين يدرسون في المدرسة العمومية، فيها تقدير ديال المدرسة العمومية. ولكن للأسف الشديد يعني إلى حدود الساعة أو لحدود أمس الأول اللي هو الاثنين، تصريحات ديال رئيس الحكومة وتصريحات ديال بقية الوزراء كانت مخيبة للآمال بكل المقاييس، مخيبة للآمال، وبالتالي تبين أن هناك منهج تنهجه هذه الحكومة هو تكريس بطبيعة الحال الأذن الصماء وتحقير رجال التعليم وتحقير المدرسة العمومية. وبالتالي من هنا نرى أن الحكومة بطبيعة الحال لا زالت تتبنى الهروب إلى الأمام. نحن مع التفاوض، ربما في هذا المساء هذا نحن مع التفاوض، ولكن بشروط. ما هو الشرط؟ الشرط الأساسي الذي لا محيد عنه هو سحب النظام الأساسي اللي هو بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن أصفه أنا، وكما يصفه بطبيعة الحال تصفه الجماهير الأستاذية بأنه نظام مشؤوم مجحف تحقيري استعبادي، وقس على ذلك. إذن أي نية صادقة تنبعث من الحكومة والناطقين باسمها يجب أن تضع نصب أعينها هذا المسألة، هذا المطلب اللي هو أساسي، حيد النظام الأساسي، يعني إلغاء النظام الأساسي جملة وتفصيلة، وإشراك ممثلي الجماهير الأستاذية في بناء نظام أساسي جديد يخدم المدرسة العمومية ويخدم الشغيلة التعليمية ويخدم البلاد. لأن نحن لسنا أنانيين، نحن لا تحكمون أنانيات ولا تحكمون نرجسية، بقدر ما يحكمون هاجس ديال الصالح العام والمنفعة العامة وخير ديال هذه البلاد.